السلام عليكم خاوتي واخواتي، ومرحبا بكم مجددا في قناتكم اخبار بلادي. خاوتي، في هذا الفيديو جبت لكم خبر عاجل، يعني راني نشوف واحد الامور والقصه بين فرنسا والنيجر والجزائر. الان تدخلت وبدات الامور تتفاقم بشكل كبير جدا. راكم تشوفوا معايا هذا الخبر. شو يقول خاوتي؟ الجزائر تمنع طائره عسكريه فرنسيه من عبور اجوائها باتجاه النيجر. نعم خاوتي، كاين العديد من المواقع التي تتحدث على هذا الخبر. كما راكم تشوفوا معي هنا الان، الجزائر تمنع طائرات عسكريه فرنسيه من التحليق نحو النيجر. مواقع اخرى تقول ان تقول فرنسا تؤكد رسميا تحريم المجال الجوي الجزائري امام طائراتها العسكريه. وايضا رئيس النيجر، ورغم ان الجزائر كان معارض للانقلاب، الى انه شكر الجزائر على غلقهم للمجال الجوي امام فرنسا. وايضا كانت هنالك خطوه اخرى، هي قامت النيجر بفتح الحدود مع الجزائر. وايضا امريكا تدخلت في الحكايه خاوتي، تخلطت، لكن راح ننظمها كومبلي في هذا الفيديو، لانه راح نعطي لكم ملخص لكل ما يحدث. من قبل ما نبداو تفاصيل هذا الفيديو خاوتي، ارجوكم ادعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس. كل هذه الامور خاوتي راح تساعدكم تطلعوا على كل جديد الجزائر كل يوم. شكرا، بلا ما نطول عليكم، هيا الى تفاصيل الاخبار. نبداكم بالخبر خاوتي اللي كما راكم تشوفوا معي هنا، يقول بلي الجزائر تمنع طائرات عسكرية فرنسية من التحليق نحو النيجر. كما على بالكم خاوتي، صرا انقلاب كبير في النيجر، ثم هذوك اللي داروا انقلاب هجموا على القنصلية الفرنسية لأنها سرقت لهم ثرواتهم وحبسهم يصدروا الذهب واليورانيوم إلى فرنسا. فرنسا وبسبب هذاك الهجوم غاضبت كثيرا وهددت النيجر عسكريا، قالت لها أصلا تشوفي راني جاية ودوك نجيب لك العسكر تاعي ونجي. الجزائر كانت معارضة في الحقيقة للانقلاب، لأنه يعني هذا التصرف ماهوش حضاري وماهوش دستوري. لكن الأمر اللي تعارضه الجزائر أكثر هو الحرب وهو التدخل الأجنبي. لهذا الجزائر حذرت فرنسا، قالت لها فرنسا ردي بالك تدخلي على النيجر بالجيش تاعك. أيضا الجزائر توجهت لتحذير النيجر من التهديد اللي راه يستنى فيها، قالت لها يا النيجر فرنسا راهي جايبت لك القوة العسكرية ما لا ردي بالك. ايضا في نفس الوقت اعلنت كل من بوركينا فاسو وايضا مالي دعم نيجر ضد فرنسا في حال تدخلها عسكريا، واعلنوا انهم راح يدعموها بالجيش. الان الجزائر ما تهضرش فقط خاوتي، وانما تفعل ايضا. كانت جايه طائره محمله بالجنود العسكريين فرنسيه عابره من الجزائر، الى ان الجزائر منعت فرنسا، يعني وقفت في وجه فرنسا. وهذا يعني ليست المرة الأولى، لأنه قامت بفعلها الجزائر في عام 2021 بعد التوتر اللي حدث، قامت بمنع القوة الفرنسية من العبور على سماء الجزائر، ولكن ها هي الآن تقوم بفعلها مرة ثانية خاوتي. إلى كل من يقولوا بلي الجزائر ما زالت تحت الهيمنة الفرنسية، هاوليك الدليل. أيضا اللي راهي تنشر هذه الأخبار هي الأحداث الأمريكية، يعني هي صحافة كبيرة تتحدث عن كل الأحداث العسكرية في العالم. الآن أفادت حساب الأحداث الأمريكية في تغريدة على منصة إكس اللي هي كانت تويتر، أن الجزائر منعت طائرة عسكرية فرنسية من العبور عبر أجوائها. وكانت الجزائر قد حذرت في بيان لها من نية التدخل الأجنبي في النيجر، واصفة بالنيابة الغير مستبعدة التي ستزيد الخطورة في الأزمة. ايضا دعت الجزائر الى الضبط النفس واعادة تنظيم الدستور، يعني هذا بخصوص النيجر. وسبق للجزائر كما قلت لكم في اكتوبر ان قامت بحظر تحليق الطائرات الفرنسية. سبحان الله، تقول قرا لي عقلي هذا السيت. ايضا تحتاج مقاتلات فرنسية الى عبور الاجواء الجزائرية باش تقدر تهجم على النيجر. يعني الجزائر هي الان اللي راهي سد المنيع لقوات فرنسا من القدوم. واذا خاوتي، اذا كنتوا تظنوا بلي الجزائر ضعيفة، فالبحرية الجزائرية في الحقيقة أقوى من البحرية الفرنسية. الأمر اللي راح يكون يعني نقطة قوة كبيرة، يعني الكثير خايف تنوض حرب جديدة الآن بين الدول الإفريقية وفرنسا. لكن في حال قيام هذا خاتي، هذا المرة النصر راح يكون لنا. المهم، بعد هذه الأحداث الكبيرة خرج اسمه هذا الرئيس الجديد تاع النيجر اللي قام بالانقلاب، قالك أظهرت تطبيقات الملاحة الجوية طائرة فرنسية عسكرية كانت في اتجاهها إلى نيامي ورجعت عند الحدود المائية الجزائرية. وكما راكم تشوفوا خاوتي، هذا عمر الأنصاري من النيجر قام بهذا التغريدة.
وقال: نشكر السلطات الجزائرية على تضامنها الأخوي والجوار مع النيجر. أخوي هذا ماهوش تضامن فقط، هذا راه دعم عسكري ضخم، وهذا السد ما حتلقاه في أي منطقة أخرى في العالم. يعني بوركينا فاسو ومالي صح علنوا دعمهم إلى النيجر، ولكن مش حيقدموا مساعدة مثل هذه. هاريك الطيارة خاف يشوفك الجاية وبدر دوميتور رجعت إلى فرنسا. كما شفتوا أمريكا تحدثت عليها، كما راكم تشوفوا هنا الأحداث الأمريكية. هايليك وش قالت؟ قالت الجزائر تمنع طائرة عسكرية فرنسية من عبور أجوائها باتجاه النيجر. أيضا خاوتي واللي كل ما تغيضوا فرنسا، فرنسا كانت دائما تعامل إفريقيا بدنيوية، يعني بوحدة تكبر كبير لدرجة أنه شو وجه السحارة، يجي الرئيس الفرنسي إلى البلدان الإفريقية ويهينهم، بعد يبدأ يضحك عليهم ويروح. حاولك مثال فقط على بالي وريت لكم هذا الفيديو، ولكن لازم تعودوا تشوفوه خاوتي. هذه في بوركينا فاسو، وهنا الرئيس الفرنسي راه يهضر مع كان يعاير في الرئيس تاع بوركينا فاسو. بعد بوركينا رئيس تاع بوركينا فاسو لقى بلي الجدل مع الرئيس الفرنسي ما راح يروح حتى بلاصه وما في حتى فايده، ما قرر يغادر. لكن هنا وين قرر الرئيس الفرنسي يضحك عليه ويعايره. قال لهم راح يسقم كليماتيزور يا رب. هذيك التصريحات، المهم هو ما كان عنده حتى مشكل يهين الرؤساء، لكن خاوتي القصة الآن تبدلت كثيرا، وإفريقيا ما عادتش كما كانت. الآن الرئيس تاع بوركينا فاسو جديد ولا يرد، ولا يرد بقوة ثاني، فظهر في فيديو قالهم بلي راح ندعم القوات تاع النيجر للتصعيد لفرنسا. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى دخلت في هذا الموضوع وقالت بلي سنقطع المساعدات على النيجر. طبعا كما على بالكم فرنسا هي حليفة أمريكا. شوش قالها رئيس النيجر خاوتي؟ قائد الانقلاب تاع النيجر شو قالها؟ قالها احتفظوا بمساعدتكم للمشردين في بلدكم، لا حاجة لنا بهذه المساعدات. طبعا خاوتي أيضا صار تطور آخر للأحداث، وهو أن النيجر قامت بفتح الحدود الآن للجزائر، حيث أعلن المجلس العسكري الانتقالي في النيجر فتح الحدود البرية والجوية مع الجزائر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا، واستثنت النيجر نيجيريا والبنين بسبب موقفهما الداعم للتدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم للحكم. من أنتم أخاوتي وش رأيكم في هذا الموضوع؟ وش رأيكم في هذه الأحداث المرعبة المتسلسلة التي تحدث بوتيرة سريعة جدا؟ أنا نوريكم هذا الفيديو خاوتي، هذا الفيديو خلاص. شوفوا كيف النائب الفرنسي قال أنه تم طردهم من إفريقيا بشكل مهين جدا، يعني خلاص بدأوا الآن يفيقوا القوة إفريقيا. بوركينا فاسو جونيور دول اون انتان ابا لا فرانس اون بروول لو درابو فرانسي ايفيدامون سي اون ايماج تري فورت سي اون ايماج تري تريست سورتو très triste au regard de l'investissement de la France dans ces pays. On a été viré de la أقسم بالله يا خاوتي غرام يغض واحد الاكاذيب والتحميلات للناس. واش من انفستيسمون؟ الانفستيسمون انتوما خبيتو في جيوبكم، كنتو تسرقوا الافريقيه ما كنتوش تستثمروا فيها. مهم شوف قالهم، قالهم تم جرنا بطريقه مهينه، يعني رامي يحوسوا على حادثه مروحه اخرى باش يديروها اتو باش يدخلوا. لكن جيب حادثه المروحه ولا المروحيه، القصه الان تبدلت والافريقيين بداو يفهموا بلي خاصنا نتحدوا. شوف dans ces pays. On a été viré de la manière la plus dégradante du Mali et du Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a un risque à la fois pour nos ressortissants au Niger, à la fois pour les intérêts économiques et diplomatiques de la France. يا خاوتي هنا راه يهضر، كان مازال ما شافش الحادثة تاع نهار الجزائر منعت المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية العسكرية. قلت لكم خاوتي تطور رهيب للأحداث، ومازالت التطورات تحدث. مالا باش ما تراطي والو، اتاكدوا باش تشتركوا في هذه القناه، تفعلوا الجرس، كل هذه الامور خاوتي راح تدعمنا، نعطوكم كل جديد عن الجزائر. شكرا على المشاهده والى اللقاء.